إذا مع أول مترشح في اليوم الثاني للترايم الثاني لمهرجان الأغنية الشعبية القصيرة لأقل من 40 سنة رح يأتينا واحد من أروع أغاني عميد الأغنية الشعبية الحاج محمد العنقا ربي يرحمه ويسعده رح الآن نسمعوها بصوت مرسي زعمو يزري ويغلب الأحمالي تحية حرام. السلام عليكم. تشري الدنيا قيم
لنجيب ودكيب ودعا القوث يقرن سير صصيري فهلا نسيف سيري ولد الصيف كيف عمل شتاق وذبي جغدايا ولو يا بلادي في الله زين غرفه نفد نحايا سوي الخلف لا حمادي ولي خفتي ما يحزن سوي الخلف لا حمادي ولي خفتي ما يحزن دوني تبقى لي ديني لي اسمي تبقى ضمني عزيزا دوني تبقى لي ديني لي اسمي تبقى ضمني عزيزا
أنا قلبي سماك
عبد الرحمن كان الصغر وراح وراح ما تجرحوني ريال في قديم الزمان أنا قلبي سماح يصبر الرجال كاتبة من عبد الرحمن كان الصغر وراح 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 ما تجرحوني الأيام في قديم الزمان تتسامح الأرواح رانا يا فلان عايش في القرن العشرين عبد الجواح من حقه يصغى وينتبه ويفك العينين من حقه يصغى وينتبه ويفك العينين حكمت غسك ناس دفن Thank you.
اللي يعيش يشوف والعربي أبدنا يخضع محدودا مكشوف كي اليوم الشرق تطلع باللي يعيش يشوف والعربي أبدنا يخضع محدودا مكشوف الحرية في فم المدفع تاريخنا معروف أشي كل لي عمره ومسمع صالح الدين شكرا عبد الحميد. انا حبيت نطرح له سؤال، كان تلقى خلوي كان الله الله قول لي واش درت لهم رصاص الله عليك. وانا نقول لك حاجه قسما بالله العالي رب العالمين، اذا كملت في هذا الطريق ان شاء الله على مكيلاني انت وكل المتسابقين. تحيه لعبد الحميد. والله هو شكرا عبد الحميد، شكرا. هو ابداع ما وراءه ابداع، الدليل انه هذا المهرجان للاغنيه الشعبيه في طبعته الثانيه راه يبقى تجاوب كبير، والدليل اليوم القاعة ما شاء الله، اليوم القاعة ما شاء الله وغدوة أكيد راح تكون ما شاء الله، وفي الختام ما كانش وين تريحوا يا جماعة، لازم جوال بكري. إذا مستمرين في هذه السهرة أو هذا البرايم الثاني
يعطيكم الصحة ومدي يسميك كل ذكي أسعد ذكرى الوقت الجرس الوحيد أشكر أسوسياسيون اللي سويت لنا في ماري ويني يعطيكم الصحة كل يوم يعطيكم الصحة من قبل ليش شكرا السلام عليكم يا دنيتي وثبركان يا دنيتي وثبركان تطلبي تسرقض في الليل ثابت درتي وترزقان يا ربي طيشي ويا غريب دورتي وصار زيان
تجي ويلغي أسر تولي وذين فلا أسر تولي وذين فلا أغازل في رفواق مطير Thank you.
خرسوني وسكان سعي جرسي وضيق ويدي جبد القناة إلى قد سلمو غاشدني سلوني ضمان وارثني السحنون سيكوان الحق يسرى وتذان سكون ميلا ودي سمير داما بيها رسلا مسكون ويدي جبد القناة إلى قد سلمو غاشدني سلوني ضمان وارثني السحنون سيكوان الحق يسرى وقتنا مسكور ما يلاوي يوشن يرامى بها رسنا مسكور I'm
بالله وربط بالبيت خصوصا وعيك زيت سحوق يساوي لك غريس طريق يمو مسلوب علي تعيش يا ناس وياك 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 يا يولي Oh,
يعطيكم صحة. سلوي بسلوي. Yeah.
رغم الفرج على يمي سيقع الدام يمسي الجهلان عشان عايلة كان حبايا سي مسلايا مسلا تقول يبدان سوسن كانوا تياسين طرقوا سبيل زوار كل شي بان ويبجى مصري سور تحرين صادين وريكرين ناس ويصدون الزمان يندل ويندل عزيز بدل الحاس بدل السلام يتسوما كاقل يتوهي غفل زين أتا يتحجي ورغم صغير وحسوكا Thank you.
تلميذ تمقرات الشيخ النار عبد السيد تنزيل احبك واحد في الله مسكين اكثر وزيد العمر سيتا في بعين غرون بليزي مثل انت كيف بقر انا باش انا تنزيل كان اول بتكر هذه الببليك البول با وتكر شكرا دبر الاسوسياسيون كي دي سوجي بنا وكل شو عليك يعطيكم الصحة بونكور ان شاء الله تجمعوا تسمحوا مع بزاف وسنو خير بكا ويدي سرك راني يعطيكم الصحة ميرسي تو الموند يبس ان شاء الله مازال ميرسي ميرسي ميران اكل مازال بخير على خير ولكن الجلسة روبر اذا قبل ان يغادرنا هذا الفنان هذا القامة من قامات الفن ابت الجمعية العمروية للفن الاندلسي الا ان تكرم شيخنا هو اقل شيء قدروا نقدموه له توافق الله ان شاء الله سيدي الأكثر وزيد العمر إن شاء الله ليش المرة الأخيرة اللي يكون فنان وفنانين أخرين مثله هذا القامات يستاهل كل خير شكرا شكرا طبعا برنامج العمراوية مازال مستمر مازال سكالي لهنا غدوة ثانية عندنا مفاجأة كذلك من العيار الثقيل مفاجأة كبيرة 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 للجمهور ولاية البويرة حابين نقول لكم مفاجأة ولا لا هذا اليوم الثالث من هذا المهرجان الشعبي للأغنية الشعبية القصيرة راح يكون كذلك متسابقين أخرين وعندنا ما نشعر في رئيس الجمعية إذا كان يسمح لي نعلن عن الفنان اللي راح يكون يوم الغد غدوة بإذن الله راح كامل نستقبلوا الشيخ الحسناوي مشنوح أعطونا تحية